صاحبتي فطرت في رمضان اللي فات، ماشي، بسبب الحائط، بسبب الحيض، لكن هي عندها مرض بينشط مع الصيام، فتعوض الأيام دي إزاي؟ أولا تروح للطبيب وتشوف علاج للحالة اللي هي فيها، والأيام اللي فطرتها بعد العلاج إن شاء الله تقضيها، يعني هي عليها القضاء. القضاء معناه صيام، إخراج المال أو الفدية، ما فيش فدية عليها إلا لو راحت تكشف والطبيب قال لها أنت الحالة المرضية اللي أنت فيها دي أو أنت مريضة، ما ينفعش تصومي بقى خالص، لا السنة دي ولا غير السنة دي. في الحالة دي تطلع الفدية، والفدية عبارة عن إطعام مسكين. إطعام مسكين واحد يطلع 10 جنيه، ظروفه كده، واحد يطلع 15، يطلع 20، هي إطعام مسكين حسب ما تأتي الاستطاعة.